اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فوت جول. حلقه بقى ايه انا مستنيها عشان اقول لكم على الاخبار الجديده والحاجات اللي محدش يتوقعها. بفتح كده وانا قاعد في البيت على الكنبه قاعد باكل لب، بحكي لكم الموقف بالظبط. فبفتح باك تيدابل، ابص الاقي مين؟ الاقي ازهق والاقي كيمبيمبي. انا قلت كيمبيمبي ده يجي له 400,000 500,000 ما اعرفش ايه. ابص الاقي عمنا كيمبيمبي بمليون 245,000. متخيلين الرقم؟ متخيلين ممكن نعمل ايه في الفريق بالمبلغ ده؟ فعلى طول رحت جاي بايعه، وابتدينا بقى نعمل ايه، نلم حوالين الفريق، نصرف الفلوس بقى خلاص، بقى احنا معانا فلوس نصرف براحتنا. فاشترينا صلاح، الحمد لله كات السبيشال اللي كنا عايزينه من الدنيا جبناه، وجبنا كات ساديو ماني، وعملنا التحدي بتاع بايش شو داون اللي هو بتاع ماتش مانشستر واتلتيكو، بحيث مانشستر لو كسب، مع اني مش عايز مانشستر يكسب بس اتمنى يعني يكسب الماتش ده عشان بايه يتطور، فهيبقى بايه هيزيد 2 وهيبقى كات جامد قوي. وعملنا للاسف، وبقول لكم للاسف، ضيعنا 350,000 في تحدي سيناريو ما يحصلش لاي حد، يعني ما اظنش ان هو حصل لاي حد. عملنا ايه بقى؟ عملنا تحدي الايكون اللي هو الميد، فتحنا التحدي وصرفنا الفلوس، نبص نلاقي مين طالع. احنا عندنا ايكون واحد في الفريق، هو واحد ايسيان. ابص الاقي ايسيان طالع لي تاني، طب ايه يا عم؟ فمن التحدي والفلوس ضاعت والحمد لله، وكأن فلوس كيمبيمبي ده حرام. بس ده اللي حصل. فتعالوا كده نروح نجرب بقى الكروت الجديدة بتاعتنا، نشوف بقى عمنا صلاح وماني هيعملوا ايه، ويلا بينا. شوفنا بقى، انتوا بصوا كده وملوا عينيكوا بالخط الهجوم الفظيع. وبصوا الراجل ده انا متفائل بيه، بس اتمنى يعني يتطور عشان يدينا الفلوس اللي احنا صرفناها. احنا بقى معانا 100,000 من مليون وشويه، فاتمنى يعني جبهه حكيمي وصلاح دي تديني اللي انا عاوزه، وماني قدام في الهجوم فالدنيا تظبط معانا يعني. فيلا بينا كده هنلعب ماتش رايفلز، نشوف بس الفريق عامل ازاي، او ممكن نلعب ماتشين يعني، هنشوف الفريق عامل ازاي، الكيمستري عامله ازاي، صلاح وماني عاملين ازاي، كل الكلام ده. كولوبالي طبعا، فاكرين كولوبالي من الحلقه اللي فاتت كان بيطلع عينينا، فعايزين نشوفه بقى يعني اتمنى يكون نص نص، حتى مش لازم يبقى جامد. يلا بينا. عنده فريقه كويس برضه، بس يعني ايكاردي ده كانت تبقى يعني جامد قوي، بس عايزك تشغله في الملعب. بس صلاح انا دافع فيك 390,000 يعني، اقل من هاتريك في الماتش مش هوافق. ايه ده ضرب جزاء ازاي؟ طب والله ما بصش في حتة. يا حلو وماله ما فيهاش حاجة خالص. حلو من ماني، حلو. ايوه كده صلاح عرفهم مين هو فخ افريقيا. لا 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 يا نيمار، لا يا حبيبي، لا يا نيمار، لا يا بابا مش كده يعني. ادونا بقى فرصه نجرب العيال الجديده. Thanks Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning a football game. Which of these حبيبك. And here's the first 11 for Dinamo. Edouard Mendy starts in goal. Lucas Hidda, الواد كتف. حلو. يلا يا صلاح. ما تضيعش وقت، ما تضيعش. اعطيه يا صلاح.
حلوه 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 كده. صلاح جون وماني جون عشان ما حدش يتضايق. هنعمل سؤال ان الحلقه النهارده هيبقى عنوانها سؤال صلاح وماني. حلو ماني يرد سريعا ويروح يستني الاهداف. جامد جامد جامد. حلوة دك حلوة دك حلوة حلوة. اسيان حط يا اسيان. الله يا اسيان لعيب جامد. يا وصيان ماني وعينه فيها. حلو 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 يا ماني. حلو يا ماني يا لعيب 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 يا ماني. خلاص ده جايب 3 جوان وصلاح جايب جون واحد. وصلاح ممكن يتضايق وننزل اوباميانج مهاجم ونلعب ماني جناح. يا ساتر يعني علامة مش هعمل كده خالص. ليه يا ابراهيم مش بتحط جسمك حبيبي؟ هيتعين. يلا يا شباب تحدي كويس. I'm Derek Ray on the commentary gantry and delighted to be joined as always by Stuart Robson. And what we have coming up for you is action from foot rivals. How do you see the match going, Stuart? Well, Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game and who will have the greater desire? It should be a cracking game though. Let's see about the cross. Fair to say he's part of the fixtures and fittings at the club now. His 250th appearance and quite the accomplishment, isn't it, Stuart? Oh, حلوة حلوة أوباميانج. Oh, lovely bit of skill. حلوة دك حلوة دك حلوة قوي يا دك يا لعيب لعيب يا ابني لعيب مش ممكن. حلو. بتهزر يا ماني. حلوة صلاح يا حط يا صلاح حط يا صلاح. يا دوناروما سيب الراجل يحط. صلاح 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 صلاح. ماشي يا عم دوناروما. يا ناس حموت يا ناس. حلوة ذاك تفوق. حط صلاة صلاة صلاة. لازم بقى الكرة دي تجيبها جون عشان ايه تعوض ال. حلوة 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 الاسيست ده جامد يا صلاح. 3 ماتشات كسبنا ماتشين بنتيجة كبيرة قوي وخسرنا ماتش يعني قريبة فجامد. لا حلو تشكيلة جولد فيها برضه خباسة يعني مش جولد اللي هو العادي يعني عارف الجولد اللي هي ب 600-700 ألف كده في بداية اللعبة هو عاملها. ربنا يستر. ما بقلقش غير من التشكيلات دي. لا بقلق من كل التشكيلات مش هحاول يعني. ما تقولش إن هي أوفسايد. أخيرا يا محرز أخيرا. نبيل فكير. فينيسيوس ماريس. حط. حلوه حلوه يا محرز. لا 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 اوه حلوه. اوبا خلصت 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 خلصت.
on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm Derek Ray at the microphone, and joining me for match commentary is Stuart Robson. And we have action from the Champions playoffs coming right up. It's Dinamo versus Real. Yeah, they played well in the last game, but they need to match that performance today. It should be a good game, this one. And Neymar. And just narrowly wide in the end. Can he put them in front? Yes, is the... Mendy. And now Correa. Will he finish? Hakimi. And Mane in the thick of things. He's gone and found the net! Goal from Mane. كده مين يتفوق في الأهداف وصلاح في الأسيست. بس الفريق ده هيتفوق علينا ولا إيه؟ أتمنى بقى إيه يطلع زو بقى في فنجان. حط يا جول! حلوة! حلوة! حلو! حلو! أتمنى تخلص. يا ساتر! مفيش لعيب في غلطة. هنعمل إيه مع الناس دي؟ And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. كده أنا عندي أمل إنك تبقى مستعد للماتش وتسيب. تلعب بجد ولا لا؟ نلعب هنا فور فن، مفيش لعب بجد. Tremendously strong in the tackle. حط يا صلاح، الله يا صلاح يا لعيب، لعيب. لا لا لا، بتهزر. يا بتهزر. خباسة مش نافعة مع الناس دي. Now Messi to take the lead. لا 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 لا. أعمل فيك إيه؟ أفرتك دماغك برصاصة؟ جايز رصاصة تضرب في مامتك وترجع لي تاني تموتني. أتبعك وأشرب من دمك؟ جايز دمك ملوث وأروح فيها. حلو ليه؟ انا بعت الوقت انبسطت ماشي. خلصنا خلاص وظبطنا التظبيط وشفنا صلاح وماني الصراع الازلي اللي بيحصل في الملعب شفناه هنا. شفنا صلاح بيجيب جون وماني بيرد عليه وشفنا محرز بيجيب جون وباميانج بيرد عليه وشفنا داكا داخل في النص كده دخل قال لهم سلام عليكم وراح جاي داخل جايب له جونين هو كمان. فمنافسة في الهجوم بقت شرسة، ما نعرفش مين هيلعب مين مش هيلعب، بس احنا جربنا زي ما انتم شفتوا كل اللعيبة وشفنا ده قوي في ايه وده ضعيف في ايه. فاعتقد يعني التشكيل بقى ملامحه ظهر اكتر، محتاجين بس نظبط الدفاع وممكن نعمل ابجريد لكولوبالي وخلاص احنا كده زي الفل النهاردة. ومن احسن الحلقات اللي انا عملتها عشان خاطر المتعة اللي جت موجودة والمنافسة اللي بين صلاح وماني، فحاجة جميلة جدا. فاحنا كده تمام زي الفل، مش محتاجين نعمل حاجة تانية النهاردة، مش هنفتح جوائز مش هنعمل اي حاجة، ونشوفكم الحلقة الجاية.